الليله انتم معانا في البريتي بيتس ايفنت. هو الحقيقه هو كان في الاول مشروع صغير كده بحيوانات اليفه، تجهيز حدائق حيوان، تقديم استشارات بيطريه. فنحن شفنا انه جزء من السوشيال ريسبونسبيلتي بتاعتنا انه احنا لازم نرفع وعي الناس بانه كيف يربوا الحيوان اصلا من الاول، هم ليه يقتنوا حيوان، الفائده شنو من الحاجه دي. عشان كده عملنا الايفنت ده. كان البرنامج الرئيسي فيه المعرض ما حيوانات كثير، زي 10 حيوانات، ركزنا على السلالات البلديه برؤيه بتاعتنا انه لازم السلالات البلديه تلقى حظها في الـ في الـ في التربيه او في التبني او كده، لانه شويه ما مرغوبه لسبب انا لحد الان ما قادره افهمه. الحاجه الثانيه عندنا يوم علاجي، لو زول اصلا عنده حيوان اليف اوريدي يجيبه ويتعالج له، لانه كلنا عارفين انه مضار انه يكون عندك حيوان وما ماخذ الرعايه الصحيه الكامله، خطر عليه وخطر عليك انت وخطر على اطفالك لا قدر الله. صحباتي اسمها تيمس وبحب السلاحف شديد، وتعرفت عن طريق عرفت السباق عن طريق الفيسبوك، وان شاء الله حتفوز لانها هي سريعه. فبتاعتي دراغو، مربياه لي شهور. الايام دي هو في الفتره بتاعت السبات الشتوي، دائما قاعد في الطين عشان يطلع السباق، كان لازم ندربه وندخله في الموية وننشطه كده شوية. رقم 10 ميسي بتاع المسابقة دي. السلاحف دي عشان يعني ياكلوا كده، بيحبوا يكونوا قاعدين في الموية وقت الأكل وعشان يتنشطوا ويحركوا عضلاتهم، لكن في الشتاء لازم نخليهم يقعدوا في الطين. والحمد لله فزنا، أنا فخورة به جداً.